هذا المركب يعني لم يكن ضحية السوق غير موجود أو يعني طلبيات غير موجودة، ولكن كان ضحية كما قلت يعني ضحية خلل في التسيير ونظام حوكمة لم يكن على الدرجة التي تمكن هذا المركب من منافسة المصانع الأخرى. الآن نتمنى إن شاء الله أن هذا المركب يعني يأخذ العمال تاعه بزمام الأمور، والدولة إن شاء الله سوف ترافقه بإمكانيات المتاحة. نتمنى إن شاء الله بفضل الحوكمة الجديدة أن تمضون يعني في رفع هذا التحدي، وربما تكون هناك دراسة من أجل أن نستعمل هذا المركب لإنتاج يعني سكة الحديد إن كان هناك إمكانية.